ازيكم يا جماعة معاكم ايه والنهاردة ويا له من شرف ان اقدم لكم الموبايل اللي هيغير معالم التصوير في الموبايلات في العالم حاليا وهو الهواوي بي 30 برو الموبايل معايا بقاله يوم يوم ونص وعمال اجرب في الموبايل واجرب في الكاميرا الخرافيه بتاعه اول حاجه بس لازم تعرفها وتاخد بالك منها ان الموبايل ده من سلسله البي وسلسله البي من هواوي مش السلسله اللي بنشوف فيها كل التطويرات في جميع الجوانب والحاجات الثورية الجديدة من هواوي سلسلة البي موجهة اكتر للمصورين والناس اللي بتحب الكاميرا هواوي لما بيبقى عندها تكنولوجيا جديدة في الكاميرات بتحطها وبتقدمها في سلسلة البي ولكن لما بيبقى عندها اي تقنية ثورية جديده بتقدمها في سلسله ال عشان كده لو استثنيت الكاميرا من دماغك هتلاقي تقريبا البي 30 برو والميت 20 برو متشابهين في معظم الحاجات فقبل ما اكلمكم عن الكاميرا العجيبه اللي هنا او بمعنى اصح اله التجسس والانحراف اللي هنا عاوز اقول لكم على شويه تغييرات او حاجات في الديزاين انا ملاحظها وفروقات انا شايفها ما بين الموبايل ده وما بين المي 20 برو بدايه من اول شيء هتبرق لما تشوفه هو الظهر الغريب اللي بالوان مجنونه انا مش عارف هو بيجيب الاشكال دي منين بصراحه الظهر لامع زي مرايه وانعكاسات الضوء والاشكال عليه شكلها تحس ان هو بيلعب بعقلك كده وانت بتتفرج عليه وهو عمال يغير الوان فاوضاع هتلاقيه بيغير من لون لبني للون ازرق والى لون موف وفي اوضاع ثانيه هتلاقيه بيغير من برتقاني لاخضر لاصفر وبعد كل الخدع والتريكات اللي اتعلمتها في حياتي عشان اصور بالكاميرات وبالاضاءه مش عارف ادي اللون ده حقه ومش عارف ابين شكله زي ما عيني شايفاه واوي مركزه قوي في موضوع الالوان ده وكل سنه تقدم لنا حاجه جديده وتطلع لنا ليفل ابهار اعلى مثال قبلها الجهاز دلوقتي بقى مربع شويه ما فيهوش كورنرات دائريه كتير بس الزجاج الامامي والخلفي مكبوبين على الاطراف وهواوي واخده صفحه كده من كتاب سامسونج السماعه الخارجيه دلوقتي بره اليو اس بي سي دي كانت حاجه كانت مشكله واجهتني مع الميت 20 برو ان السماعه مدفونه جوه اليو اس بي سي وصوتها ضعيف جدا لكنها السماعه خارجيه وصوتها عالي قوي ونقي أوي. بس هل هو تعمل لك سماعه عاديه كده وتسكت <applause> هيهات لا لازم يخفوا لك حاجه ويجننك معاه الموبايل ما سماعه مكالمات مع ان الموبايل فيه حواف عادي في كل الاطراف بتاع الشاشه ولكن هم شايلين سماعات المكالمات تماما ودفننها تحت الشاشه فوانت بتعمل مكالمه الصوت ما بيطلعش من سماعه لا هو بيطلع من زبزبات تحت الشاشه بس ده تسبب في مشكله بسيطه وهي ان السماعه الخارجيه دلوقتي مونو هي صوتها عالي جدا وواضح جدا ولكن يعني بصوا ما بين افضل كاميرات نزلت في الفلاجشيبس الاخيره في كاميرا الايفون 13 ماكس الشاشه في الميت 20 برو كان فيها مشكله ظهرت مع ناس كتير وظهرت معايا انا شخصيا ان الشاشه بتعمل الوان غريبه وفي الاضاءات الضعيفه زوايا الرؤيه بتظهر لون اخضر وحاجات زي كده فانا سالت هواي على الموضوع ده وقالوا لي ان هم هنا استخدموا شاشه من شركه تانية غير الشركه بتاع الميد 20 برو الشاشه هنا اولد بحجم 6.4 انش ولكن بريزوليوشن فول اتش دي بلس يعني يا دوب بتحقق 400 بكسل كل انش هو ده يعني عينك مش هتلاحظ فرق يعني انا ع... يعني عن نفسي ما بلاحظ فرق قوي بس لو قعدت تدقق قوي وتقارن الموبايل ده بالميت 20 برو هتلاحظ ان شاشه الميت 20 برو شارب أكثر. بس الحواف بتاع الشاشه هنا اصغر من الميت 20 برو والنوتش اللي فوق بقت اصغر بكتير جدا هي هنا شبه الووتر دروب نوتش ولكن اصغر كمان وفي قارئ بصمه تحت الشاشه ونقلوه في مكان منطقي اكتر وما زال بنفس التكنولوجيا اللي كانت في الم 20 برو ولكن انا حاسس ان هو اسرع هنا شويه يمكن عشان المكان بتاعه ان هو سهل لع... ان انا صابعي استقر عليه بسهوله كفايه بقى كلام ممل خلينا ننتقل الحاجات المهمة خلينا نتكلم عن الوحش اللي واقف ده الكاميرات الموبايل ده بيجي بثلاث كاميرات الكاميرا الاساسيه اللي بزاويه عاديه هي بسنسور 40 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 1.6 وعندك هنا كاميرا ثانيه جايه لنا من ال 20 برو اللي هي الالترا وايد ال 20 ميجا بكسل <applause> فيلد فيو ومجال رؤيه قريب من عينك بتشوف اما بالنسبه للكاميرا الثالثه او ما يسمى بالمنظار التلسكوبي اللي بيوصلك لغايه 5 اكس او خمس مرات اوبتيكال زوم بدون خساره اي كواليتي وبمساعده السنسور الاساسي ال 40 ميجا بكسل هتوصل لهايبريد زوم 10 مرات وبرضه بدون ما تخسر اي كواليتي ولكن لو مستعد تضحي بشويه كواليتي ممكن بمساعده السوفت وير توصل لغايه 50 مره زوم تقنيه الزوم بالمنظار التلسكوبي دي شفناها لاول مره من اوبو في مؤتمر ام دبليو سي بتاع السنه دي ولكن ده اول موبايل ينزل السوق بالتقنيه دي لو مش فاهم التقنيه بتاع الزوم دي بتشتغل ازاي فخليني اشرحها لك في اسرع وقت ممكن عشان نوصل للابعاد المجنونه وقدرات الزوم الغير طبيعيه دي لازم نحط قدام السنسور بتاع التقاط الصوره لينس ببعد بقري كبير جدا وعشان ده موبايل فما ينفعش يبقى فيه قدامه لينس طويله جدا طالعه منه فالحل اللي عملوه ان هم بدل ما يحطوا السنسور بوضع افقي حطوه بوضع راسي وجابوا منظار عاكس وحطوا في طرفه الاولاني السنسور وفي الطرف الثاني اللينس عشان المسافه اللي بيمشي فيها الضوء والمعلومات بتاع الصوره تطول الاول كانت المسافه اللي بيمشي فيها الضوء يا دوب الفرق ما بين السنسور والعدسه دلوقتي المسافه اللي بيمشي فيها الضوء اتضاعفت او يمكن اكتر من الضعف كمان فده مكننا ان احنا بدل ما كنا اقصانا ان احنا نعمل زوم 2 اكس او زوم مرتين الى ان احنا نوصل لغايه زوم 10 اكس زوم 10 مرات ده طبعا ده غير ان السوفت وير له دخل كبير جدا في تحقيق التقنيه دي والصور من ال 10 اكس زوم بتطلع نقيه بشكل مفاجئ جدا مش مفاجئ عشان دي حاجه اول مره نشوفها في الحياه او عشان دي تقنيه آه غير ممكنه مثلا لا مفاجاه عشان ده طالع من موبايل موبايل بيتحط في جيبه الموضوع عجيب جدا لدرجه ان انا حاسس ان انا مكسوف من نفسي بصراحه وانا بصور واقف في الشارع وانا جايب ناس بعيده جدا حاسس اني بتجسس على الناس انت حرفيا ممكن تجيب ناس في اماكن غريبه واوضاع غريبه انا حاسس بصراحه من جوايا ان انا محتاج احط تنويه هنا مثلا انا مش مسؤول عن الحاجات اللي الناس ممكن تعملها بالموبايل ده انا ماليش دعوه انا ما على حاجه انا بهزرش والله يا جماعه الموضوع مخيف الموضوع مريب جدا مش طبيعي وخصوصا الناس عمرها تشك فيك لان انت مش حاسس حاجه يعني مش ماسك حاجه طويله انت ماسك مجرد موبايل بتصور عادي يعني تقريبا انا مش مش متاكد بالظبط من الرقم اللي انا هقوله ده ولكن بال50 اكس زوم الزوم ال مره ممكن تجيب حد واقف على بعد كيلو مثلا وهواوي كمان عارفه ان الزوم الكتير ده ممكن يخلي الصوره مهزوزه فهم مخلين التلسكوب ده في اوبتيكال ستيبلايزيشن يعني هو عايم بس خد بالك برضو انت ما تقدرش تعمل بيها اي حاجه غير ان انت تلقط صور بعيده لحاجات بعيده يعني اول حاجه في دماغي ان انا ممكن اخد بيها صور ماكرو بقى واقرب قوي من الحاجات ولكن ده مش ممكن لان اقصى حاجه يقدر يعمل فوكس عليها بتبقى بعيده جدا لازم تبعد قوي 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 عن العنصر اللي بتصوره عشان يلقط فوكس وعلى فكره ابهار الكاميرا ما بينتهيش عند الزوم بس السنسور الاساسي ال40 ميجا هنا هو سنسور جديد مش اللي موجود في ال وانتي برو ده سنسور تاني بيشتغل بتقنيه جديده واوي مسميها سوبر سبيكترم واللي بتساعد يلتقط ضوء كمية ضوء أكتر بنسبة 40% من اللي الميت 20 برو كان بيطلعه عشان أجرب الموضوع ده وأختبره فعلا طفيت كل الأنوار عندي في الاستوديو للمرحلة اللي عيني ما كانتش فيها شايفة أي تفاصيل هي كانت شايفة هالات للأشياء وهياكل بس قلت أصور صورة بموبايل يكون أقرب حاجة للحقيقة اللي وجدته هو الأيفون الأيفون دايما بيطلع صورة زي ما عيني شايفة بالظبط ولا بينور ولا بيضلم هو زي ما عيني شايفه بيطلع صوره محايده تمام. بعد كده قمت واخد صوره بالميت 20 برو بوضع النايت مود طبعا الصوره طلعت منوره اكتر وفيها تفاصيل اكتر وبقيت بدات تشوف الزرعه فعلا ولكن التفاصيل ما هياش ممتازه يعني انت تلاحظ ان دي كاميرا موبايل وفي نويز ويجي البي 30 برو ويعمل السحر الاسود بتاعه ويطلع لك صوره منوره جدا جدا ومع نورها ده بتبقى نقيه جدا جدا وفي تفاصيل فعلا لو عملت زوم وقعدت تبص هتلاقي فيه تفاصيل اللي هو كأن المكان منور عادي ولو مش فارق معاه الدنيا مظلمة الدنيا منورة هيجيبلك تفاصيل عادي انا قلت اجرب تاني يمكن انا عملت حاجة غلط لقيت النتيجة طالعة هي هيها هي. اداء ممتاز ممتاز بجد الموبايلات وخاصة موبايلات هواوي بقى بتشوف في الضلمة كأنها دي سلار عندك هنا تحت الفلاش كده في سنسور صغير اسمه التي او اف اللي شفناه في الاونر فيو 20 ده سنسور بيساعد في تحديد الاطراف وكمان دلوقتي في تحديد اطراف في الفيديو وطبعا تحديد الاطراف في الفيديو ما زال شكله فيك جدا وتحديد اطراف بتاع سوفت وير يعني بس اضافة لطيفة جدا وكمان الموبايل في بتصوير الفيديو في الاضاءة الضعيفة بيطلع ممتاز بيجيب نور من اماكن غريبة برضه الموبايل ده بيلقط اي ذرة ضوء موجودة ويستغلها انا حقيقي ما عنديش طريقة اقدر اوصف بيها حماسي للتصوير بالموبايل ده. انا عايز اروح كل الاماكن اللي رحتها قبل كده عشان اصور بالموبايل ده تاني كاميرا من المستقبل فعلا صنعت خصيصا للمنحرفين طبعا في ابعاد تانية للموبايل زي البطارية والاداء الاداء الموبايل كان هيقع بس الابعاد التانية دي انا ما اقدرش احكم عليها دلوقتي وانا ما اقدرش الاحظ الحاجات دي دلوقتي لان طبعا دي تجربة اولية جدا فخلينا نجرب الموبايل اكتر وارجع لكم بمراجعة كاملة ونتكلم فيها بالتفصيل عن كل كبيرة وصغيرة في الموبايل وبس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم لايك للفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة نشوفكم الفيديو الجاي سلام